معنا حاضر عصام العياري مسرحي واللي جانا باش يحكي لنا على مسرحيته سابيانس. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي عصام. يعيشك ومرحبا بك. ميرسي. يعيشك يفضلك. باهي، علاش سابيانس اسم المسرحيه؟ والله قبل كان نحكي انا في الكوليس مع صديقي امان اللي باش يجي بعدي وباش يحكي على الفولغاريزاسيون. برشا ناس ما يعرفوش سابيانس، كلمه هذه غريبه عليهم. برشا ناس ما يعرفوش ترو نوار، ما يعرفوش حركه المجرات، ما يعرفوش شاسور كوير، يعني كيفاش الانسان كان قبل الانسان البدائي اللي كان يعيش في المغاره. هذا لافيش نتاع المسرحيه نتاعك سابيانس. ايوه، فهي تجربه جديده في المسرح، خاطر هي الحقيقه المسرحيه ماهيش درس في التاريخ وماهيش درس في العلم وماهيش فولغاريزاسيون نتاع العلم. أيوة. هو يبقى بالاساس مسرح. لكن خذينا يعني هذاك هو المرجع متاعنا، هو حياة الإنسان. هذه مسرحية تصير في ساعة وعشرين دقيقة ويتحكي فيها 45,000 سنة من التاريخ. به نرجعوا نحكيوا شوية آخر على المسرحية، أما احنا باش نشوفوا توا مقتطفات منها وراجعين. تفضلوا. سابيانس بالسابيانس روح، أعطوني صراحة شرطي. سابيانس شتريست سابيانس شكون؟ السكال طف. عمري 45,000 سنة. أجدادي ويليام هيرشل ومايكل فاراداي، إيزاك نيوتن وألبرت أينشتاين. أتكلم العربية وأتكلم شوية تونسي. ولا تقول لي لا ثورة ثقافية ولا ثورة صناعية ولا ثورة تكنولوجية، ولا تقول لي يعني ديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. الكلها خزعبلات. أنا الرتشم طاب. أنا السابيانس. أنا ما نجمش نجي ونعيش مع ناس كيفنا هذوما. اش بينا دخلنا بعضنا؟ اش فما؟ زلزل؟ مشات وجات؟ هذا هو مقتطفات من مسرحية سابيانس. تحس فيها شوية فلسفة. لا يعني شوف، العرض هذا كل واحد يجيب أدواته الخاصة، كان تحب تهزها للفلسفة وإحنا منين جينا وين ماشيين وقضايا حقوق الإنسان والدين يمكن، لكن تنجم زادة تأخذها كوميديا ساخرة من الإنسان، وحتى الإنسان العادي اللي يحب يتفرج ما غير ما يدخل في مسائل فلسفية تنجم تكون يعني عميقة ومعقدة، وهذه نجم ياخذها بطريقته. يعني هو عصام، انت بطريقتك انت كيفاش تنجم تعرف لنا المسرحية؟ والله المسرحية كما قلت تحكي الإنسان. أي؟ تحكي على خاطرني انا بيدي سابيانس وانت سابيانس. احنا يعني طبيعة البشر انه بعد ما عاش على الأرض هذا حب يسيطر، ف مشى في مغامرات كبيرة. مغامرات هذه الكل نحكيها أنا في المسرحية هذه بطريقة ساخرة. أيه. هذاك علاش أنا نحب نأكد على كلمة هي كوميديا، يعني خفيفة ولطيفة باش تستسهلها العباد. فنسخر، نسخر من نفسي، نسخر من بدني اللي هو قاعد يكبر، واللي هو ما تعرف هو الإنسان عنده قدرة باش يتحك باش يقاوم جميع المصايب والمشاكل، لكن ما نجمش يتحمل وقت اللي بدنه يكبر ويخونه ويمرض وتجيه امراض. نحكي الحكايه هذيك ونسخر زادة كيما تاخذ بلد كيما اليوم ضارب في التقدم كيما الولايات المتحده الامريكيه والصوارخ والتوماهاوك والحاجات التقدم، لكن الولايات المتحده اليوم على راسها يعني رئيس يعني اقل ما يقال عنه قذر، يعني معناه سقاطت البشر هو ترامب الحقيقة. تعرفوا الناس كل يعني أخلاقه وفلسفته في الحياة وكيفاش كون ثروته كلها قائمة راي على الكذب وعلى التلفيق وعلى هذا يحكم في أكبر دولة في العالم. قبله جاء بوش في المسرحية خصصت له تقريبا 10 دقائق. المسرحية تدوم
ساعة وفرحت به بالكده بالكده خاطر هذاك ما اتذكر ذاك يعني دمر العراق وما أدراك ما العراق. والعراق بالنسبة لي أنا اللي يعني تربيت في في المكتب دروس تاريخ اللي ناخذوها من العراق. بلد عظيم وبلد كبيرة دمرها بوش، دمرها باسم حقوق الإنسان، فنسخر منه بطريقة يعني. دونك أنت دخلت الكوميديا تراجيدية باش أنك توصل المعلومة أحسن يمكن للمشاهد متاعك وتخليه متعلق أكثر بمحاور المسرحية. شوف أنا أنتمي إلى مدرسة توفيق جبالي في الكوميديا. ديما يقول سي توفيق يقول أراه الضحكة كي تحفر تحتها تبقى المأساة. صحيح. فهذيك الضحكة اللي احنا نلوجوا عليها هي يعني احنا نضحكوا في العرض هذا وكل شيء، لكن نفكروا زاد نفكروا في برشا يعني مشاكل اليوم كما قلنا يعني على ينجم يكون سابينس بوش ونجم يكون الحارق الحراق اللي خلى بلاده وخلى باسبور وطيشه في الماء ومن بعد ولا يلوج على جنسية أخرى. خاطر أول حاجة تحب تلوجها اليوم يعني الحرقة ذي حاجة يعني حاجة مؤلمة بالنسبة للشباب شباب التونسي، لكن في نفس الوقت أول حاجة يلوج عليها هو يقول لك أنا كي ناخذك الجنسية باش نولي ألماني ولا باش نولي فرنساوي ولا خذيت حقوقي. فزاد نسخر من الحكايه هذيك يعني بطريقه الحراق والمحكمه الدوليه، المحكمه الدوليه محكمه لاهاي اللي تجيب سابينس باش تحاكمه لانه هو متهم في فما حكايه تتحكى هي في المسرحيه. هو يلوج عليه ما تحرقليش المسرحيه الكل عاده هكا خلي العباد تجي تتفرج فيها. هو يتعدى على المحكمه وتصير يعني محكمه سابينس. اوكي تري بيان، خلينا غاديك يهديك ما نزيدوش نقدموا باهي. علاش جبت سابينس في الوقت الحالي؟ هل تحس انه المواطن التونسي عندك انت قاعد توجه هوني في العروض نتاعك للي يجي يتفرج فيك تحسه ماهواش واعي باللي قاعد يصير معاه في بلاده بالعباد اللي تاثر عليه بالبلدان اللي تنجم تاثر على وضعه لهنا في البلاد؟ شوف يعطيك الصحه ساعه في السؤال هذا خاطر هي زاد في علاقه باللي صار في تونس بعد الثوره. بعد الثورة اكتشفنا أنه قدرة الإنسان وهذه سابينس راهو يعني اللي يدرس الكائن هذا يعرف اللي هو يمن ياسر بالأوهام. ونشوفوه اليوم، نعطيك مثال في السياسة، أي إنسان يجيب يبيع حاجة في السياسة ناس تاخذها وتصدقها. كسوسوا يبيع يقول لك أنت باش تمشي للجنة نهار آخر، ولا يقول لك أنا باش نمنعك وباش أنا كان عندي يعني عندي مشروع باش يخدم مئات الآلاف، خاطر نعرفوا اللي هذه حاجات ما تصيرش لكن نصدقوها ونمشي ونصفقوا ونتحمسوا كل شيء. ولكن في نهاية الأمر هذه حكايات هذه متاع حقوق الإنسان يعني، وحكايات حتى يعني على 6000 يقولوا 6000 تونسي مشى لسوريا، أكثريتهم ماشيين على أنه باش يمشيوا للجنة ولا أنه في الجنة فما الحوريات، وهذه يعني كذبة كبيرة هذه. يعني كيفاش الإنسان أنه يصدق أنه يحط قنبلة في كرشه وتمشي ترشق وترشق عباد يعني مساكن ما عندهم حتى دخل في الحكاية، مرأة ماشية تقضي ولا راجل ما، وبعد يقول لك ماشي للحوريات. هذه حاجات يعني زادة يزم واحد يفكر فيها، لأنه سابينس هو أكثر يعني كائن على الأرض يمن بالأوهام. دونك أنت هوني فما كاينها انسيتاسيون للعباد باش أنها تفكر، باش أنها تعود تشغل المادة الشخمة وتتناول المواضيع بذكاء، معناتها مش كيف ما تتقال، مش الحاجة اللي ناخذوها في المظهر البراني نتاعها. هي سابينس هي سابينس دعوة للتعايش. دعوة أن نبعدوا على خطاب العنف، أني نجي نكفرك ولا نجي نقول أنت ما تعجبنيش في طريقتك في لبستك ولا فهمت. هي مسرحية يعني تحب أنه الإنسان يعيش بمبادئ احنا عشنا عليها قبل وقاعدة تمشي، لا جونتياس، الكلام الباهي، لا توليرونس، الأخلاق، الحاجات التسامح، التسامح، الحاجات يعني البسيطة. تنجم أنت تقوم على الصباح وتشوف يعني بزوغ شمس ويكفيك باش أنك تكون فرحان. صحيح. مش لازم تشري بي ام دبليو باش تكون فرحان، هذه هي يعني. إذا كانت تحب نلخصوها في كلمتين، مش لازم يعني
الشهوانيات عند الانسان، مش انه يبني دار والدار الثانيه والكرهبه ويمشي فك لا كونسوماسيون افريني اللي ما تهزوا بعد للهاويه. فدعوه الى الطبيعه، احترام الطبيعه، ما نلوثوش الى نحترموا بعضنا، انه كي نسوقوا يعني نسوقوا ماذا بينا. ها دور في راسك انت ما منتهاش في سنتي، ما تمنش بالاوائل، عندك الحق، عندك الحق. وي لا لوجيك اللي نقول فيه ما يطبقش في الثنيه، خاطر مش في صح، لازم برشا وقت. لكن هي دعوه لهذايا الكل، انه نكونوا جونتي مع بعضنا ان شاء الله بكل يعني الادبيات والحب، دعوه للحب، حب الطبيعه، حب الانسان للانسان، الراجل للمراه، دعوة لكل حاجات جميلة نجم نعاودوا رجعوا. القيم مزيانة تربينا عليها قبل وضيعنا برشا ضيعنا منها. شوية منها ويمكن نعاودوا منها وإن شاء الله نرجعوا لها إن شاء الله. علاش لا؟ باهي احنا باش ندعو للعباد أنها تجي تتفرج في المسرحية هذية. وقتاش تتعرض؟ وين تتعرض؟ غدوة تتعرض، غدوة في مسرح التياترو بلفيدير. معنا وقت؟ 7:30. داكور، إي. وهي مسرحيه ياسر عجبت، هي عجبت برشا، لكن الشباب بالذات نعاودوا نشوفوا هذايا هذايا دعوه للشباب انه يجي يتفرج على المسرحيه نتاعكم. قلت لي غدويكا ان شاء الله في فضاء التياترو، مع ان وقت سامحني 7:30. 7:30 غدوه في لو 21، معناتها لو 21 فوالا. وان شاء الله يكونوا عندنا عروض اخرين. اليوم فما زخم كبير في المسرح، فما مسارح ما تلقاش فيها بلاصه باش تتعرض. اذا حبينا، اذا عجبتهم وحبوا يعاودوا يتفرجوا فيها المسرحيه، والا قالوا لبعضهم عليها وين نجموا نشوفوا. 11 افريل، نهار 11 افريل، نهار 11 افريل باش نعاودوا عرض في التياترو زاده. ان شاء الله ربي يسهل سيدي، بارك الله فيك، ميرسي بوكو على حضورك معنا عصام، مرحبا بك، نورتنا.